السلام عليكم. الاسم كامل رشيد عباد، مواليد 1989، شهر 5 في 18. القصة ديالي بدات سنة 2002 في شهر 10، نهار ديال الحد. كنا تلعبوا الدراري بيناتنا هكا في الزنقة، واحد السيد كان جا عند واحد الناس جيراننا البيسكليت، جا داك الدري اللي كان كيلعب معانا اللي جا عندهم داك السيد، هز داك البيسكليت ديالو وخرج كيلعب بيها معانا. المهم كنا كنتورو هكا بيناتنا، شديت انا البيسكليت بديت كنتور، لقيت هو في واحد الحدوره ديك البيسكليت كبيره، جيت نشد الفران لقيت ما فيها لا فران لا والو، غلباتني هربت بيا ما قدرش نتحكم فيها. مين هربت بيا كنضرب في واحد السور صغير فيه شي 40 سنتيم تاع العلو، كتهز بيا الرويضه الثانيه وكتلوحني في واحد لاكور نتاع واحد الجيران كاع ممضالي، جيت على ظهري طحت على ظهري صافي. بقيت تما، جاو مالين الدار هزوني داوني للسبيطار. من وصلت للسبيطار بغيت نحرك رجلي لقيت راسي ما كنقدرش نحركهم، كنقص رجلي ما كنحسش بيهم ما والو، كنقرص راسي والو ما كنتقصح ما حتى شي حاجه، تخلعت تفاجات ما عرفش شنو وقع لي كاع، بقيت كنبكي صافي. داروا لي السكانير قالوا لي راك تهرستي من العمود الفقري وتقطع لك النخاع الشوكي. داروا لي لوبيراسيون بنهار نتاع الجمعه، داروا لي الصفائح الحديد، نعست شي 18 يوم في الغساني في دار المهرس. من بعد داوني للسبيطار نتاع الزيت، تما كنت نعس شي 3 شهور يمكن. كنت كندير الترويض، مع الوقت بديت كندير القبص، تنوقف هكا بالتريتو كنبدا نتمشى شي شويه. المهم بعد ديك 3 شهور كنت خرجت من السبيطار نتاع الزيت، مشيت لقيت جالس غير في الدار، قالوا لي مالين الدار نوض تقرا كمل قرايتك. بالفعل لقيت ما عندي حتى شي مخرج اخر غير انني نكمل قرايتي، بغيت نرجع للمدرسه. بالفعل رجعت بديت تنقرا، صراحه ما قدرش نركز، ديك الحادثه اثرت عليا بزاف، ما قدرش نركز في قرايتي ولا نقرا ولا، يعني ديك الحادثه قلبت حياتي 180 درجه. ف صعيب بزاف تكون كتمشي على رجلك وحر طليق ومن بعد كتلقى راسك حابس نتا واحد كرسي متحرك، الوضع اللي ما قدرش نتقبلو انا داك صراحه، حيت كنت مازال صغير، كانت عندي ديك الساعات شي 13 سنه بالضبط. هي هذيك مع حتى القرايه المدرسه كانت بعيده وهذا والعقابي وبزاف نتاع العراقيل، مره كتلقى لي يديك مره ما كتلقاش. جلست من المدرسه يعني بصراحة وأنا مكره جلس من المدرسة، صافي جلس منها بقيت غير جالس في الدار، ما كاين ما يدار، يعني حتى إلا بغيت كاس ديال الما خصني اللي يمدو ليا، وليت عالة على الأسرة ديالي. المهم بقات هكاك الوضع ديالي حتى مؤخرا في هاد السنوات التالية، بقيت كنبحث على العلاج، كنلقى بزاف نتاع الدول متمكنين من العلاج ديال هاد الحالات. هاد العلاج ديال هاد الحالات كيعالجهم بزراعه الخلايا الجذعيه، شفت منهم بزاف نتاع الدول، منهم الاردن كنت وسط مع واحد المستشفى في الاردن، هضرت معاهم جبت النمره نتاع داك الطبيب نتاع في داك الاردن اللي كيدير هاد زراعه الخلايا الجذعيه، تواصلت معاه حكيت له الحاله ديالي، قلت له شنو وقع لي وشنو وقع لي فها فوقاش وها فوقاش، قال لي دير لي ريم وصفتهم لي، دير لي ريم لظهرك وصيفطهم لي. بالفعل كنت درت لي ريم وصيفطهم له، هادشي في 2015 درتهم وصيفطهم له. من بعد ما شاف لي ريم وشاف صور الاشعه ديالي والتقارير نتاع الطبيب وهذا، قال لي انت راه عندك حل واحد باش تقدر تعالج، هو انك دير زراعه الخلايا الجذعيه. قلت له واش ممكن تعطينا شي تقرير اللي تكون كتشرح فيه الحاله نتاعي وكتشخصها فيه مزيان كنت نقول حتى تكلفه العلاج وطريقه العلاج، قال لي واخا نصيفطو لك. وبالفعل صيفطو لي هو معايا هنا، ها هو دار الرابور، ثمن زراعه الخلايا الجذعيه في 45,000 أورو، والزراعه نتاع اي جرعه ب 5,000 أورو، يعني مجموع نتاع 50,000 أورو. دابا تلقاو الرابور محطوط في الفيديو. الثمن غالي بزاف، ما نقدرش مكلف بزاف، الاسره ديالي ما تقدرش توفرو لي،
قلبت على جمعيات محسنين اللي يقدروا يساعدوني باش ندير هذه العملية، ما بصراحة ما توفقتش، ولكن ما نزلش يدي. بقيت كنزيد كنبحث كنقلب. مؤخرا في شهر 4 ديال شهر ديال 2019 كنت وصلت لقيت واحد في جوجل، واحد مستشفى دولي في بكين كيعالج بحال هاد الحالات هادي، وكيعالجهم يعني متمكن بزاف وقطعوا اشواط كبيره في يعني بهذه الطريقه ديال العلاج ديال زراعه الخلايا الجذعيه. تواصلت معاهم، صيفط لهم لي ريم، حكيت لهم شنو وقع لي وها فوقاش والتقارير نتاع الطبيب ديالي، وقالوا لي صافي حنا توصلنا بالمعلومات والتقارير الطبيه ديالك، من بعد دابا نردوا عليك بالراي الطبي ديالنا. بالفعل من بعد يومين كيجاوبوني بواحد الرابور من عندهم، ها هو معايا حتى هو. ها هو باللغه الانجليزيه. هذا الرابور كيشخص الحاله نتاعي وطريقه العلاج وتكلفه العلاج. تكلفه العلاج فيه 33,000 دولار، هو غالي تكلفه العلاج بزاف، ولكن صراحه فرحت. علاش؟ حيت الحمد لله كاين امل في العلاج، وكاين حظوظ كبيره انني نتعالج ونقدر نولي كنمشي من جديد بواسطه زراعه هذه الخلايا الجذعيه. و اش غنقول لكم؟ فالحمد لله انا مؤمن، والمؤمن مصاب، واي حاجه جات من عند الله عز وجل مرحبا بها. فهذا امتحان كيختبر به الله عز وجل الصبر والايمان ديالي، وانا كاع ما معترض. يعني كما قلت لكم اي حاجه كما كان جات من عند الله عز وجل ما عنديش مشكل، مرحبا بها، سواء هكا ولا قل او اكثر، اللهم لك الحمد على الوضع كيف ما كان. ولكن الله عز وجل كيبغي العبد المليح المجيد، وانا ما بغيش ننزل يدي وانا عندي امل في العلاج. فكنخاطب القلوب الرحيمه باش تقدر تساعدني من اجل اجراء هذه العمليه، حيت هي الامل الوحيد عندي باش نقدر نولي كنتمشى ونولي انا لحياتي الطبيعيه. وخيركم غادي يكون في ميزان حسناتكم، والله يجازيكم، ما تنساونيش من الدعاء ديالكم.